يترقب الكويتيون في 29 من الشهر الجاري اختيار ممثليهم في مجلس الأمة في الانتخابات التي تجري للمرة 19 في تاريخ البلاد. المزيد في تقرير زميلنا أحمد العثمان. هكذا تبدو الكويت قبيل انتخاب المرشحين. الانتخابات البرلمانية 19 في تاريخ الكويت قد تكون مختلفة عن سابقتها برأي محللين سياسيين بعد عدة إصلاحات قادتها الحكومة الكويتية. بدأت عملية العملية الديناميكية بالتواصل مع الناخبين من خلال كافة الوسائل، سواء مقرات انتخابية ودعوات لها والحديث عن المستقبل، وبعضها يعرج على الماضي وإن كان على الخفيف. وبالتالي متوقع الحقيقة أنه يكون الاختيار هذه المرة للنواب مبني على قناعات إلى حد كبير مما كان في السابق. مجريات انتخابات هذا العام 2022 حملت أحداثا عدة، منها وثيقة القيم، إضافة إلى حرمان عدة أشخاص من الترشح والانتخاب بسبب عقوبات قانون حرمان المسيء، إضافة إلى خوض مرشحين للانتخابات داخل السجن، حيث سجل في انتخابات هذا العام 376 مرشحا منهم 27 امرأة. لكن قبل أن تقفل إدارة شؤون الانتخابات في وزارة الداخلية الكويتية باب الانسحاب، تراجع 65 مرشحا وتقدموا للانسحاب من الانتخابات، ليصل إجمالي المتنافسين على مقاعد المجلس إلى 313 مرشحا ومرشحة. ماذا يطالب الشارع الكويتي من النواب المرتقبين؟ إذا نجحوا تكون مصلحة الكويت فوق كل اعتبار، فوق القبيلة، فوق الطائفة، فوق العنصرية، فوق كل شيء. نبي الكويت تكون نفس أول، مو مثل الحين. شوفوا المطالب الشعب، هذا كل المطلوب. الشعب شنو يبي بس، ويقفون معه ويمشون أموره ويوصلون صوته حق هذا ويشرعوا له قوانين، هذا اللي مطلوب منه. والله أقول لهم يخافون الله في الكويت، يخافون الله في أنفسهم، يخافون الله بالشعب اللي انتخبهم وصلهم القبة البرلمان، إنه يكونون قد الثقة هذه. جدل وحراك سياسي تشهده الكويت لانتخاب مجلس الأمة، مع وعود من المرشحين لحشد مصوتين لصالحهم. سيتوجه الكويتيون الخميس القادم 29 سبتمبر إلى 118 مدرسة لتقديم أصواتهم، ليكون نهاية يوم الخميس المقبل نهاية سباق الانتخابات الكويتية. من الكويت أحمد العثمان، MBC.